الحضور الكرام، المشاهدون الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتلي العراق بعد عام 2003 بالميليشيات الطائفية الموالية لإيران التي ارتكبت ومنذ تأسيسها أبشع الجرائم بحق المدنيين العراقيين، وما نتج عن ذلك من فوضى أمنية متفاقمة وغياب للحكومات الوطنية وضياع لهيبة الدولة واستشراء للفساد في الدوائر الحكومية كافة، مع تكريس لحالة الإفلات من العقاب طوال السنوات 18 الماضية، وسط غياب تام لأي تحرك دولي ضد السياسيين الفاسدين والمختلسين، وانعكاسات ذلك التي جعلت العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر خطراً على حياة الإنسان والأكثر فساداً في العالم. نقوم اليوم بالإعلان عن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق للعام 2021، من خلال تقديم ملخص عن هذا التقرير يحوي على أرقام وبيانات حكومية وأممية ومعلومات مدللة بشهادات وأدلة ذات مصداقية عالية. ويستعرض هذا الإعلان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني، فليتفضل مشكورا. الحضور الكريم، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقوم اليوم بالإعلان عن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق، وجاء بعنوان العراق فوضى أمنية مستمرة وانتهاكات واسعة مع إفلات مزمن من العقاب بمظلة دولية. رصد قسم حقوق الإنسان وعلى مدار العام 2021 استمراراً للهجمات الإرهابية وعمليات الإعدام الميداني والاختيالات والتفجيرات التي أسفرت عن مقتل 1745 مدنياً، منهم 1155 حالة قتل لم يتسنى التحقق منها أو توثيقها، إلى جانب إصابة أكثر من 2840 آخرين، وفي جريمة تجسد النهج الإرهابي للقوات الحكومية وتحويل منازل العراقيين لمقابر جماعية لساكنيها. قام مئات العناصر من تلك القوات مدججين بأنواع الأسلحة والصواريخ بارتكاب مجزرة مروعة راح ضحيتها عائلة كاملة مؤلفة من 20 شخصا في منطقة جبلة بمحافظة بابل، معظمهم نساء وأطفال، مما يؤكد الرغبة بالقتل لدى القوات الحكومية، وشهادات تفضح التضليل الرسمي للعدالة. ويزاد على ذلك اكتشاف 6 مقابر جماعية تضم جثثا وأشلاء بشرية 1800 ضحية على الأقل، بينهم مئات النساء والقاصرين، توزعت في محافظات نينوى وصلاح الدين وبابل والأنبار. ولم تجري السلطات المعنية تحقيقات أصولية لمعرفة هوية الضحايا، ولم تسمح لأي جهة حقوقية أو إعلامية بزيارة مواقع تلك المقابر، ولم يتم الكشف عن الجهات المرتكبة لتلك المقابر حتى تاريخ إعلان هذا التقرير. وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، وثق قسم حقوق الإنسان 139 حالة تغييب قسري بالمعلومات والأدلة، 50 منها كانت طارئة، بينهم صحفيون وناشطون مدنيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إلى جانب تلقيه بلاغات لأكثر من 300 حالة تغييب. ونؤكد في هذا التقرير على أن مصير نحو 30,000 مغيب من أبناء المحافظات المنكوبة ما يزال مجهولا، مع الإشارة إلى أن إعلان الحكومة احتساب بعض هؤلاء المغيبين شهداء دليل آخر يؤكد تورطها بهذه الجرائم. وعلى صعيد الاعتقال التعسفي، أحصى قسم حقوق الإنسان 9,670 حملة دهم واعتقال معلنة، نتج عنها اعتقال أكثر من 71,000 مواطن،
ورصد مقتل 133 مواطنا خلال تلك الحملات، في الوقت الذي ما يزال فيه عشرات الآلاف من السجناء الأبرياء يتعرضون لعمليات تعذيب واسعة النطاق، ويواجهون كارثة إنسانية محققة داخل معتقلات تكتظ بالنزلاء وتفتقر لأبسط مقومات الحياة بالتزامن مع انتشار وباء كورونا. وفي محور الوفيات داخل السجون واستمرار تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، وثق قسم حقوق الإنسان وفاة 147 معتقلاً، منهم 108 معتقلين توفوا تحت وطأة التعذيب أو من جرائه، و39 آخرون توفوا بسبب الإهمال الصحي وغياب الخدمات الطبية في أماكن الاحتجاز. إلى جانب ذلك، نفذت وزارة العدل أحكام الإعدام شنقاً بحق 21 معتقلاً حكم عليهم بالإعدام في محاكمات سريعة تفتقر لأبسط مقومات العدالة. وفيما يتعلق بملف النزوح القسري والهجرة، ما يزال نحو 1,200,000 نازح يعيشون في المخيمات في ظروف إنسانية صعبة للغاية، مع تفاقم الشعور بالشتات وضيق ذات اليد والإهمال، وسط تلاشي أمل عودتهم إلى ديارهم بسبب الدمار الواسع الذي لحق بمنازلهم ومناطقهم. إلى جانب ذلك، يوجد أكثر من 1,500,000 نازح يعيشون خارج المخيمات، معظمهم في بغداد ومحافظات كردستان، أو عادوا إلى أطلال منازلهم ومناطقهم المدمرة. وبهذا ما يزال 62% من الذين اضطروا لترك مناطقهم بفعل العمليات العسكرية يعيشون حالة النزوح. ورصد قسم حقوق الإنسان خلال 2021 زيادة في أعداد النازحين بنسبة 20% عن العام الذي قبله، وموجات نزوح عكسي بسبب انعدام الخدمات الأساسية في المناطق التي عاد إليها النازح. ومن نتائج تكريس الحكومات المتعاقبة للبيئة الطاردة للمواطنين، التي ترسم مشهدا مأساويا شبه يومي لآلاف العراقيين الهاربين من الفقر وحياة البؤس والشقاء التي يعيشونها، وظلوا لاجئين عالقين على حدود الدول الأخرى في ظروف إنسانية ومناخية قاسية، ولا سيما بين دولتي بيلاروسيا وبولندا، ليصبحوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. ونحن هنا نؤشر امتعاضنا الشديد من التعامل الفج مع ملف اللاجئين من قبل الدول المعنية وتنكرها للحقوق الأساسية للاجئين، ومدى الإساءة والإذلال اللذين تعرض لهما اللاجئون على جانبي الحدود، واستغلال تلك الدول هذه الأزمة الإنسانية لتحقيق مصالحها، مع ترك المجتمع الدولي لهذه المأساة المزمنة دون حل جذري يضمن للمضطهدين الحماية والعيش الكريم في أوطانه. وعلى صعيد التغيير الديموغرافي والإفراز المناطقي، رصد قسم حقوق الإنسان تصاعدا لحملات التطهير الطائفي في مناطق كثيرة من العراق، ولا سيما في مناطق حزام بغداد ومحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وبابل، تنفيذا لمراحل جديدة من مخطط التغيير الديموغرافي، مع مضي الحكومة باتخاذ مكافحة الإرهاب ذريعة لتنفيذ هذه المخططات هذه المراحل. ونؤكد هنا على أن عمليات إخلاء الأهالي المناطق المستهدفة قامت بتنفيذها القوات الحكومية المتواجدة بشكل دائمي في تلك المناطق وباستخدام آلياتها، بعد أن أخبرت الأهالي أنها غير قادرة على حمايتهم بالتزامن مع تصاعد هجمات الميليشيات الولائية على مناطق. وفيما يتعلق بأوضاع المرأة والطفل، فما يزال العراق من أسوأ الدول بالنسبة للمرأة والطفل، مع تراجع ملحوظ في حقوق هاتين الفئتين، مع استمرار تعرضهما للقتل والخطف والاستغلال والاتجار بالبشر والعمالة غير القانونية والزج في السجون والحرمان من أبسط الحقوق. وحذرت التقارير الأممية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، ووضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الرابعة على التوالي
بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذي وعد بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين العراقيين المتورطين في الاتجار بالبشر. لكن وبعد مرور 4 سنوات لم يخضع أي من المتورطين بهذه الجرائم للمحاسبة، فضلا عن المحاكمة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير. وعلى صعيد الوضع التربوي والتعليمي، فإن العراق يعيش كارثة تعليمية للسنة 12 على التوالي، يجسدها الارتفاع الكبير بنسبة الأمية مع تدهور الأوضاع المعيشية والنقص الحاد بالمباني المدرسية والكوادر التعليمية، ونقص في الكتب المدرسية، واستمرار لأزمة الدوام الثلاثي في المدارس، إلى جانب الفساد المتجذر الذي يحول دون النهوض بهذا القطاع المهم، بالتزامن مع الواقع التربوي المزري الذي تعكسه النسبة الصادمة من شهادات الدراسات العليا المزورة والمعتمدة في العراق الجديد. وفيما يتعلق بالوضع الصحي الخارج عن الخدمة منذ سنين من جراء الفساد الكبير والإهمال الممنهج، فإن صحة المواطن لم تكن يوما أولوية لدى الحكومات المتعاقبة في العراق، مع تخصيصات زهيدة لوزارة الصحة من الموازنات التي لم تتجاوز 4% في كل الأحوال، وحجم فساد في الوزارة يقدر بمليارات الدولارات، مع استمرار هجرة الأطباء بسبب تعرضهم غير المتوقف للخطف والابتزاز والإهانة، ونقص بالأجهزة والمستلزمات الطبية وندرة العلاج، الأمر الذي يتسبب بموت آلاف المواطنين سنوياً. والعراق وللسنة الثانية على التوالي في المرتبة الأولى عربياً من حيث الوفيات والإصابات بفيروس كوفيد-19، من جراء التراخي غير المبرر بتطبيق إجراءات الوقاية والإهمال الملحوظ في توعية المواطنين، تعكسه نسبة المتلقين للمطعوم بجرعتيه التي لم تزد عن 20%. إلى جانب ذلك، رصد قسم حقوق الإنسان ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، وتفاقماً لحالات التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد من جراء استمرار الأسباب المؤدية إلى ذلك، مع الإشارة إلى أن العراق بات ضمن الدول الأكثر تلوثاً في العالم، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات تجارة وتعاطي المخدرات، 80% مصدرها إيران، وتقف الميليشيات خلف عمليات تهريبها في شحنات تقدر قيمتها سنويا ب100 مليون دولار. وبسبب الفساد المتجذر والإهمال المزمن حدثت عدة حرائق كارثية في المستشفيات الحكومية في العراق، فارق الحياة على إثرها حرقا أو خنقا أكثر من 200 مريض راقد أو مرافق، وإصابة ما لا يقل عن 500 آخرين. وفيما يتعلق بالوضع البيئي المتدهور في العراق، فسنقتصر اليوم بهذا الملخص على أزمة المياه المتفاقمة على مدى السنوات 10 الماضية، التي عصفت بالأمن المائي وألحقت أضرارا بالغة في القطاع الزراعي، وسببت غياب سبل العيش المستدامة في المحافظات العراقية، وهجرة كبيرة من الريف إلى المدن بحثاً عن فرص عيش أخرى، بالتزامن مع ضعف الأمن الاقتصادي في تلك المدن، مما تسبب بمشاكل في استيعاب القرويين المهاجرين إليها. ويخسر العراق سنوياً من جراء أزمة المياه ما لا يقل عن 100,000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، مع فقدان للأراضي الزراعية بلغ 50% خلال السنوات 7 الماضية، وسط غياب المعالجات الحقيقية لأزمة المياه المتفاقمة، وفشل مزمن في استعادة الحقوق المائية. وفيما يتعلق بمحور الخدمات والبنى التحتية، فما يزال هذا القطاع رازحاً تحت فساد وفشل الحكومات المتعاقبة في العراق، حيث سجلت البنى التحتية تدهوراً مستمراً كبيراً على الصعد كافة، تظهره النسب المتدنية جدا في بلد يعد من أغنى البلدان في العالم من حيث ثرواته الطبيعية الكثيرة وإمكاناته المادية العالية. فشح المياه
في بلاد الرافدين بات واقعا لا تخطئه العين، وإن وجدت فإنها تكون مياها ملوثة وغير صالحة للشرب في معظم الأحيان. أما على صعيد الطاقة الكهربائية فإن أكثر من ثلث العراقيين محرومون منها للسنة 18 على التوالي، ومن تصلهم تكون متقطعة لساعات طويلة يوميا ولا سيما في فصل الصيف اللاهب. إلى جانب ذلك، رصد قسم حقوق الإنسان ارتفاعا ملحوظا بنسب البطالة والفقر في العراق بالتزامن مع وجود ملايين العراقيين الذين يعيشون في مئات العشوائيات المنتشرة في بغداد والمحافظات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ ومرعب بمعدل حالات الانتحار بمقدار يزيد على الضعف مقارنة بالعام 2020، حيث تم تسجيل 770 حالة انتحار معظمهم من الشباب والفتيات. وعلى صعيد الفساد المالي والإداري فما يزال العراق في مقدمة البلدان الأكثر فسادا في العالم للسنة 10 على التوالي، ويظل نظام المحاصصة أصل الفساد في العراق الذي رهن البلاد لمخططات خارجية ومصالح حزبية وشخصية مع حجم فساد يقدر ب 1620 مليار دولار، ووجود 14,000 مشروع وهمي أو متلكئ أو متوقف، مع تحول العراق إلى دولة ريعية واعتماده لسياسة الاقتراض الخارجي التي تعد احتلالا اقتصاديا يرهن البلد بموجبها لعقود قادمة، وافتعال ضغوطات عصفت بالدينار العراقي أدت إلى هبوط قيمته، ما أدى إلى زيادة كبيرة ومتكررة بأسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب آلاف ملفات الفساد الأخرى التي سنفرد منها ملف تهريب النفط وهدر الغاز. فعمليات تهريب النفط العراقي مستمرة باتجاه إيران تجاوزت قيمتها 240 مليار دولار، مع استمرار استخدام طهران للمياه العراقية لتجاوز العقوبات النفطية المفروضة عليها في نسف فاضح لمفهوم السيادة الوطنية. أما على صعيد هدر الغاز فإن العراق يقوم بإحراق كميات كبيرة منه من الغاز المصاحب سنوياً تكفي لسد حاجة البلد من الطاقة، ويقوم في الوقت ذاته باستيراد الغاز من إيران بأسعار تتجاوز ضعف سعره العالمي وبنوعية رديئة تتطلب صيانة متكررة لمحطات الطاقة سنويا، ما يجعلها رهنا للمصنع الإيراني. وفيما يتعلق بمحور الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية فإن استمرار قمع التظاهرات السلمية وتضييق العمل الصحفي المستقل من قبل الجهات الرسمية والأحزاب المتنفذة وميليشياتها هو السائد، مع رصد وتوثيق ل 268 انتهاكا ضد الصحفيين في العراق وسقوط 152 متظاهرا بين قتيل وجريح خلال 2021، الأمر الذي يفسر احتلال العراق المرتبة الثالثة عالميا من حيث جرائم قتل الصحفيين. وينطوي عام آخر وما يزال قتلة المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين طلقاء في العراق، والحكومة مكتفية بالحديث عن أنها تتابع ملفات الفساد، فيما تستمر في التشكيك بأعداد الضحايا مع مضيها في خلط الأوراق لكسب الوقت من خلال تشكيل لجان تحقيق دون الكشف عن أسماء الجناه بضغط من الأحزاب السياسية وميليشياتها الإرهابية. ومن بين آلاف الأمثلة على إفلات المسؤولين من العقاب في العراق، إطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح بعد أيام من اعتقاله وفق المادة 4 إرهاب، ومن المضحك المبكي رد الرئيس الحالي لمجلس القضاء على انتقادات السلطة القضائية وجهت لها بعد إطلاقها سراح المدعو قاسم مصلح كونها خاضعة لرغبات جهات سياسية متنفذة، قائلا إن القضاء في العراق لم يرضخ لأي ضغط من قبل الفصائل المسلحة والأحزاب المتنفذة. ولا يختلف عاقلان
على أن الميليشيات والغة بدماء العراقيين، وهي المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين والناشطين والمعارضين للحكومات المتعاقبة في بغداد. واستدعى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق إلى تدشين حملة عراقية داخل العراق وخارجه لإنهاء إفلات المسؤولين من العقاب. تصدى لها مجموعة من الكفاءات والأكاديميين العراقيين في الخارج كأفراد مستقلين. وعلى الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في 2011 وسن القوانين التي تجرم التعذيب، إلا أن السلطات المعنية مصرة على تجاهل شكاوى وعلامات التعذيب والتسامح مع مرتكبي هذه الانتهاكات، الأمر الذي يجعل من التعذيب حالة عامة وممنهجة في السجون الحكومية والمراكز الأمنية وأماكن التوقيف التابعة للأحزاب المتنفذة في العراق. بالتزامن مع عدم احترام السلطات المعنية الإجراءات القانونية الموضوعة لوضع الاستجوابات في غضون 24 ساعة من التوقيف الأولي، وعدم تطبيقها الضمانات الإجرائية لمنع التعذيب، ورفضها وصول المتهم إلى محام إلا بعد استكمال الاستجواب معه من قبل قوات الأمن. ومن أبرز أساليب التعذيب التي تم رصدها الضرب بأنابيب معدنية، والصدمات بأسلاك كهربائية مكشوفة، وربط اليدين بالسلاسل الحديدية، والتعليق في السقف. ومن تداعيات عمليات التعذيب الواسعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارس ضد المعتقلين في السجون، رصد قسم حقوق الإنسان زيادة في أعداد وفيات المعتقلين تحت وطأة التعذيب أو من جرائه بنسبة الضعف مقارنة بالعام الذي قبله، الأمر الذي استدعى تهافت الدعوات لتدويل قضية التعذيب في سجون العراق. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة والمتواترة على حدوث عمليات التعذيب وبشكل واسع وممنهج في جميع السجون الحكومية المعلنة، إلا أن وزارة العدل الحالية ما تزال تنفي وجود حالات تعذيب داخل السجون التابعة لها. ويظل السؤال الكبير، متى يفتح ملف التعذيب في العراق؟ وختاماً، يهدف هذا التقرير الموجه بالدرجة الأولى نحو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى الرأي العام العالمي لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في العراق، وتغاضي القوى الدولية عن جرائم وفساد الحكومات المتعاقبة في العراق على مدى السنين 18 الماضية من الاحتلال المستمر للبلاد. الحقيقة هذا الملخص يعني جاء على رؤوس أقلام وتفاصيل قليلة جدا، يعني لا يتسع المقام لذكره كتقرير كامل. الانتهاكات كثيرة جدا، الجرائم تترى، الإفلات من العقاب على أوجه. هذا هو حال أو حالة حقوق الإنسان في العراق للعام 2021. وطبعا يعني نؤكد هنا على أن الأرقام الواردة هي أرقام رسمية وهي قليلة بالمقارنة مع الأرقام الحقيقية على أرض الواقع، والتضليل الرسمي للحقيقة للحقائق وللعدالة كان واضحا خاصة في 2021 في كثير من الحالات وفي كثير من الجرائم. شكرا على الاستماع والاهتمام، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الختام نجدد شكرنا للدكتور أيمن العاني على تقديمه هذا التقرير المهم المعضد بالمخططات والصور والمعلومات الموثقة كما شاهدتم، والذي يعد بلاغا عن استمرار الفوضى الأمنية والانتهاكات الواسعة في العراق، مع التأكيد على تفاقم ظاهرة الإفلات المزمن للمرتكبين من العقاب بتواطؤ دولي مفضوح. شاكرين استماعكم واهتمامكم، وإلى لقاءات مقبلة
لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.